الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل نعمته وبركاته على أرواحنا جميعا آمين. كل سنة طيبين. سنة جديدة حقيقة كل سنة بتعدي علينا وبتمر زي السنة اللي بعديها على طول، سنة زي سنة ما فيش أي تغيير أو تجديد، ولكن نشكر ربنا إنه ادانا سنة جديدة، وسنة جديدة معناها ربنا ادانا عمر جديد ومد من عمرنا، ومد من عمرنا معناها انه شافنا احنا لسه مش مستعدين، وادانا فرصة لسنة جديدة اننا نستعد، وربنا بيطلب مننا ثمر في حياتنا، وبقول كل شجرة لتأتي بثمر تقطع وتلقى في النار. كل واحد ما عندوش ثمر في حياته ربنا هيصبر عليه، هيصبر عليه لحديت ما هيجي يوم من الايام يقول الشجرة دي نشفانة ودبلانة وما فيهاش ثمر وما فيهاش فايدة، احنا هنقطعها وخلاص. الحقيقة احنا ماسكين في حاجات صغيرة كتير، والحاجات دي مخلية في مسافة طويلة بيننا وبين السماء، خلينا بعيدين من السماء، مسكين في شوية فلوس، مسكين في شوية كرامات، مسكين في شوية ذات أو أنا، مسكين في حاجات كثيرة مخلية في بعد بيننا وبين الملكوت. لكن تعالوا نبص بصة كده للسنة اللي فاتت، في آيات كده حلوة عن السنة اللي فاتت يقول لك إيه؟ كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسما. يعني نشكرك يا رب لأنك السنة اللي فاتت جدت علينا ببركات كثيرة جدا. لو بصيت للسنة اللي فاتت تلقى ربنا جاد علينا ببركات كثيرة، والبركات دي بتشر دسم كده، بركات تقطر دسما. يمكن تكون بركات في نجاح أولادك، أو بركة إنه ربنا نجاك من مشاكل كثيرة، أو بركة بإنه ربنا حلالك حاجات كثيرة كانت معقدة، أو نجاح في أي حاجة أنت كنت تتمناها. بركات تقطر إيه؟ تقطر دسما. والأكثر من كده يمكن تكون في بركة كبيرة إنك أنت تكون جبت حدا للمسيح، ودي بركة عظيمة تقطر دسم، جبت ربنا وعرفته طريق السماء. في مراسي أرمية يقول إيه؟ من إحسانات الرب علينا إننا لم نفنى. يعني أعظم حاجة دهنا ربنا إنه إحنا لم نفنى لحد دلوقتي، ولم نفنى لحد دلوقتي معناها إنه ربنا مديني فرصة للسنة الجديدة دي، لأنه في غيرنا ساب الدنيا ومشى. السنة اللي فاتت ودعنا ناس كتير، إحنا نشكر ربنا لم نفنى إلى الآن. من إحسانات الرب لنا إننا لم نفنى إلى الآن معناتها ربنا عايزنا إنه إحنا نتصلح ونتغير، بدل ما إحنا ماشيين شمال نغير اتجاهنا نمشي يمين، بدل ما اتجاهنا ماشي على جهنم نمشي على السماء. نشكر ربنا إننا لم نفنى إلى الآن، ربنا عايزنا يدينا فرصة إننا ندخل السماء. من الآيات الجميلة يقول لك مراحم الله لا تزول هي جديدة كل صباح، كل صباح مراحمه جديدة لا تزول، مش كل سنة أو كل شهر، لا ده كل ما تصبح الصبح تلقى مراحم الرب عظيمة عليك. يقول إيه في آية تانية؟ تقول إيه؟ عيني الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عيني الرب عليها من أول السنة الأخيرة. إيه هي عين الرب اللي عليها؟ عين الرب على نفسك من أول السنة لآخرها، عين الرب على حياتك، عين الرب على أولادك، عين الرب على بيتك، عين الرب على كنائسنا،
عيني الرب إلهك عليها من أول السنة إلى آخرها. إذن في السنة اللي فاتت دي سنة 15 نقول له ربي نشكرك لأنك أديتنا ربي فرصة إن إحنا لسه عايشين، ونشكرك لأننا لم نفنى إلى الآن، ونشكرك لأن مراحمك هي كل صباح، ونشكرك يا رب على كل الخير اللي أنت اديتهولنا السنة اللي فاتت، ونشكرك أيضا على كل التجارب اللي عدت علينا السنة اللي فاتت وكانت سبب إن هي تجربنا السماء، ونشكرك يا ربي على إنك ما رميتش طوبتنا لحد دلوقتي، لحد دلوقتي أنت صابر علينا، ساكت علينا، عايز منينا ثمر، وعايزنا نثمر في هذا العام. إذن الشعور الأول في السنة اللي فاتت نشكر ربنا على كل اللي جابهولنا. الشعور الثاني شعور التوبة والحساب. مفروض إنه كل واحد فينا يعني في نهاية السنة اللي فاتت كان قاعد مع نفسه وحاسب نفسه، طب أنت عملت كده ولا لأ؟ بص كده بص للسنة اللي فاتت وحاسب نفسك عليها، هتلاقي في قرارات كتير أخذتها وأخذتها بسرعة، وربما يعني كانت غلط. هتلاقي في تصرفات كتير عملتها، والتصرفات دي ربما تكون تصرفات سريعة. هتلاقي كان في زعلة بينك وبين واحد ومش مفروض إن هي تكون، كان ممكن تعديها. هتلاقي مثلا في موضوع حصل انت كبرته من غير اي داعي. هتلاقي حاجات كثيرة جدا، هتلاقي يعني انت وقاعد تحاسب نفسك تصرفات كثيرة انت مش مفروض كانت تتصرفها. عشان كده الواحد يراجع نفسه في السنة اللي فاتت، يقول لي ربي انا السنة اللي فاتت كان مفروض اصلي اكتر من كده، كان مفروض أصوم أكتر من كده، كان مفروض أعمل خير أكتر من كده، لأنه يا ما جاني فرص خير كثيرة لكن أنا بصراحة فوتها. كان مفروض نقول كده. هل أنت قعدت مع نفسك وحسبت نفسك خلال السنة اللي فاتت دي ولا لا؟ آية جميلة يقول عنها بولس الرسول إن حكمنا على أنفسنا لما ها حكم علينا، إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. والآية دي قالها بولس الرسول هو بيتكلم على التناول، قال ما فيش حد يتقدم للتناول ما لم يقعد مع نفسه ويحكم نفسه في الأول ويشوف نفسه هل هو مستحق أن يتقدم للتناول ولا لا. احكم على نفسك قبل ما تقف قدام المسيح والمسيح يحاكمك. عشان كده يا أحبائي يا ريت كل واحد فينا مش يحكم على نفسه في نهاية السنة بس، إنما كل ليلة، كل ليلة قبل ما تنام احكم على نفسك، شوف نفسك زعلت مين، شوف نفسك خصمت مين، شوف نفسك عملت ايه غلط. لأنه النوم دي بيسموه الموت القصير بالليل، لأنك بتنام 7-8 ساعات وده موت قصير وربما ما تصحاش. ولو ما صحتش وكنت قدام كرسي المسيح قل لك حبيبي انت آخر حاجة آخر ليل عملتها ايه؟ حسبت نفسك، خلاص ما عندكش حساب علينا دلوقتي، انت كده محاكم نفسك وكده انت تمام، انت كده ايه براءة. إذا احكم على نفسك وقول يا ربي أنا قصرت معك كثير وأنا قصرت مع الناس كثير، صراحة كده ليس لي عذر وليس لي معذرة زي ما بنقول في الأجبية. أنا ما عنديش أي عذر يا رب، لكن إيه ما عنديش حاجة غير أقول لك يا ربي حاسبني أو سامحني. إنما تقعد تقول أنا كويس وأنا زي الفل وأنا أحسن من غيري، يقول لك لا حبيبي تعال تعال نفتح الحسابات، تعال
تعال نفتح الدفاتر ونشوف انت كويس ولا وحش. يوم ما ان تفتح الاسفار وتنكشف الاعمال، اين اي دينونة تكون ادانتي انا الخاطئ. اذا حاسب نفسك واحكم على على نفسك، احكم على نفسك قبل ما يجي اليوم اللي يحكم فيه ربنا عليك. في نهاية السنة خليك فاكر مثل الوزنات، يا ما ربنا أداك وزنات كثيرة عشان تتاجر وتربح بيها. هل تجرت وربحت ولا أنت خسران؟ اللي خسران مش هيدخل السماء، اللي هيدخل السماء هو بس الكسبان. يا ما ربنا أداك وزنات، الوزن ربنا أداها الواحد قال له مناك يا سيدي أديتني 10 وزنات مناك ربح 10، والتاني جا قال له مناك أديته 5 وزنات فربح 5، فقال لهم خلاص ادخلوا السماء. نعم لك أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. دين الناس الربحانين. طيب ايه الوزنات اللي اداها لك ربنا؟ ربما ربنا اداك وزنات في اولادك، وزنة من وزناتك اولادك، هل تجرت وربحت بهم ولا خسرت فيهم؟ فين اولادك؟ اولادك في الدسكوهات، اولادك في الكلبات، اولادك في الخمارات، اولادك فين بالضبط؟ وزنة انت حتتاجر عليها واحتجف قدام الديان العادل تقدم عليها حساب، ماذا تريد ان تتجاوب او حتجاوب تقول ايه؟ وزن الدهانك ربنا ربما حياتك الروحية، تقول له رب حياتي الروحية في بداية العام كانت ضعيفة لكن في نهاية العام زادت اضعاف وبقت احسن، كويس ربحت. الوزنات اللي الدهانك ربنا انت حتحاسب عليها. بص الآية الصعبة دي اللي قالها بولس الرسول، بص قال ايه، خلي بالك معي، لأنه لابد إننا جميعا كلنا كده على بعض نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا ما كان بالجسد عمل بحسب ما عمل من خير أو شر. لابد اننا كلنا، لابد يعني ايه؟ يعني حاجه لابد منها، اننا كلنا حنقف قدام الديان العادل نقدم حساب على ما عملنا من خير ومن شر. يعني احنا دلوقتي بيسمونا نحن دلوقتي في الجسد، كلنا لابسين جسد واحياء، بكره حنكون احياء من غير جسد، وحنقف قدام المسيح كل واحد حيقدم حساب على ما عمل خيرا أم شرا. الخير حتكافى عليه والشر حتجازى عليه. وإحنا نشكر ربنا أن الشرور اللي علينا لها حل، حلها إيه؟ التوبة. نتوب ونعترف ونتناول وناخد من دم المسيح يروح الشر منينا، ولا يفضل أمامنا إلا الخير اللي تمتع به في السماء. بس لو الشر قاعد لحد دلوقتي عندك دي تبقى مشكلة كبيرة. التهم اللي قاعدة عندك لحد دلوقتي وحتتهم بيها أمام الديان العادل، أنت حتجاوب تقول إيه؟ حتجاوب تقول إيه؟ إحنا كل يوم بنقول في صلاة النوم إيه؟ وزان عتيد أن أقف أمام الديان العادل، ها، مرعوبا ومرتعبا من كثرة الذنوب. الواحد يقف قدام المسيح بيرجف. أقول إيه؟ طيب إذا عندك شر لحد دلوقتي ما تشيله، إلحق شيله، إلحق شيله قبل ما تقف قدام المسيح وقدام الكرسي الديان العادل تبقى مشكلتك مشكلة. أمام المسيح الديان العادل حجة وبتقول إيه؟ إذن في نهاية السنة قل له رب كان نفسي السنة اللي فاتت أكون أحسن من كده، صليت أكتر من كده، حبيت الناس أكتر من كده، احتملت الناس أكتر من كده،
كان نفسي يا رب أعمل حاجات أكتر من كده، ساعدني السنة دي أكون أحسن من كده، ساعدني. عشان كده عايزين السنة دي أحبائي ما تكونش زي كل سنة، عايزين السنة دي تكون سنة مقبولة أمام الله. طيب إزاي تكون سنة مقبولة أمام الله؟ عارفين أول عظة وعظها ربنا يسوع المسيح في خدمته في لوقا 4، وعظها في سنة اسمها سنة اليوبيل. وسنة اليوبيل دي كانت بتيجي عند اليهود كل 50 سنة، كانت بتيجي السنة دي. وبعدين الرب يسوع المسيح في السنة دي وقف علشان ايه؟ علشان يوعظ، وادوله الكتاب وفتح سفر أشعياء النبي وقعد يقرأ، قال الكلام اللي أنا حقراه دلوقتي ده بينطبق عليا، ده المسيح بيقول كده. قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين وأكرز بسنة الرب المقبولة، وأكرز بسنة الرب المقبولة. إيه هي سنة الرب المقبولة؟ إيه رأيك أنا وإنت سنة 2016 نقول له رب عايزين السنة دي تكون مقبولة أمامك من أولها لآخرها؟ إيه رأيك؟ قل له رب السنة دي يا ريت تكون إيه؟ سنة مقبولة أمامك من أولها لآخرها. وبعدين يقول إيه؟ أرسلني لأشفي منكسري القلوب. إزاي تخلي سنة مقبولة أمام ربنا؟ أرسلني لأشفي منكسري القلوب. تعال أنا وإنت عشان السنة تكون مقبولة أمام ربنا نجري وراء كل إنسان منكسر القلب، وما أكثرهم، ما أكثر الناس اللي قلبهم وجعهم، وما أكثر الناس اللي قلبهم حزين. تعال نجري وراهم، تعال نشوفهم فين. ياما في ناس مرة بظروف صعبة، تعال نطبطب عليها. ياما في ناس داخلة في تجارب صعبة جدا، تعال نفتش عليها ونخدمها. أرسلني لأشفي منكسري القلوب. من السنة دي قل له ربي أنا مش عايز أهتم بنفسي، كفاني، كفاني الاهتمام بنفسي، وخليني أهتم بظروف الآخرين المنكسري القلوب وحزان القلوب، وما أكثرهم، فتش عليهم واخدمهم. صدقني تلفون واحد بس يفرق مع الناس دي. لو ربحت بس التلفون وسألت عن كل قلب منكسر وكل قلب حزين تفرح ربنا. أرسلني لأشفي منكسري القلوب. وبعدين يكمل يقول إيه؟ لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر. طيب من هم المأسورين بالإطلاق؟ تعال أنا وإنت عشان نخلي سنة مقبولة. ياما في ناس محبوسين في سجن الخطية، مأسورين، تعال نطلقهم أنا وإنت. ياما في ناس مكتفين في السجون سجن الخطية، ياما في ناس في سجن المخدرات، وياما في ناس في سجن الدعارة، وياما في ناس في سجن الخمارات والقمار. تعال أنا وإنت نطلع الناس دي من السجن اللي هم فيه عشان تكون سنة مقبولة. تعال نكلمهم، تعال نجيبهم لربنا. وللعمي بالبصر، مش العمي اللي هم العمي اللي مش بيشوفوا بالجسد، لا، كل إنسان بعيد عن الكنيسة أعمى، كل إنسان لم يعرف فين طريق الكنيسة أعمى، كل إنسان مش عارف يقرأ الكتاب المقدس إنسان أعمى. تعال نفتش عليهم ونفتح عيونهم ونقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. عشان كده تكون فتحت عين أعمى. أنا قلت لكم واحد من القديسين قبل كده كان بيعمل معجزات، وبعدين أولاده قالوا له يا أبانا نريد أن نفعل معجزات زيك. فقام قال لهم إذا علمت إنسان عمل الخير تكون شفيته يد يابسة، وإذا وديت إنسان الكنيسة تكون شفيته إنسان أعرج، وإذا عرفت إنسان يقرأ الكتاب المقدس إزاي تكون شفيته إنسان أعمى.
وإذا توبت إنسان تكون أقمت ميتا من بين الموت. كده تكون عملت معجزات. مش ضروري الإنسان يطلب يقول يا رب خليني صاحب معجزات، إنما ممكن تشفي أعرج وتشفي إنسان أعمى، تقيم ميت وتشفي إنسان يده يابسة لما تجيبه للمسيح. لأكرز بسنة الرب المقبولة. إذا تعالوا مع بعضينا نقول يا رب عايزين السنة دي تكون كلها مقبولة أمامك، لأنه ياما سنين ضاعت منينا وياما عمر ضاع منينا، والسنة اللي فاتت زي السنة اللي بعديها، لكن عايزين السنة دي تكون مقبولة أمام الرب. عشان كده نتفق مع بعض يا أحبائي، السنة اللي احنا فيها دلوقت دي لا نعيش لأنفسنا إنما نعيش للناس. إيه رأيكم؟ نحب الناس أكتر، نخدم الناس، نطبطب على الناس، نحتمل الناس، نسأل عن الناس، نعمل كل خير للناس، نريح الناس ونحب الناس. إيه رأيكم؟ إذا عملنا كده هتكون سنة مقبولة أمام الرب يسوع المسيح. إنما طول ما إحنا مهتمين بنفسنا، نغضب عن الناس ونزعل من الناس ونشيل من الناس ونتضايق من الناس ونخاصم الناس، وبعدين نقول له رب سنة مقبولة، إزاي تكون سنة مقبولة أمام الله؟ تعالوا عشان تكون سنة مقبولة تكون سنة تريح فيها الناس وتتعب فيها أنت، هي دي السنة المقبولة. مسحني يعني إيه؟ يعني دلوقتي المسيح يعلن إنه المسيح، مسحني وإحنا أولاد المسيح. وزي ما بيعمل المسيح نعمل إحنا، زي ما عمل المسيح على الأرض نعمل إحنا. مسحني لأبشر المساكين. طيب تعالي أنت أنا وإنت نبشر المساكين. المساكين لم يقصد بهم المسكين الغلبان اللي ما عندوش فلوس أبدا، إنما كل إنسان تائه عن المسيح إنسان مسكين، كل إنسان لم يعرف الله إنسان مسكين. تعال أنا وإنت نتوب ونقول له تعال توب وإعرف طريق المسيح، كده تكون أنت بشرت المسكين. كل إنسان بعيد عن الله نقول له ربنا بحبك، ربنا عايزك، ده إنسان مسكين. لو جبناه ربنا كده نكون بشرنا المساكين. إذا نخلي السنة دي سنة مقبولة أمام الله. أحبائي عايز أقول لكم حاجة مهمة، السنة اللي فاتت كل شهر بعدي كنا بنصلي على واحد ميت في الكنيسة هنا، السنة اللي فاتت من برايتون هنا كل شهر من يناير لديسمبر لازم كل شهر واحد قدام الهيكل بنصلي عليه، والسنة دي ابتدينا بشهر يناير، بكرة حنصلي على واحد ميت. خلي بالكم حيجي اليوم علينا، وحيجي شهر من الشهور علينا، وهيعدي شهر من الشهور علينا، أو احنا بنعد دلوقتي من الأول يناير فبراير مارس إبريل لحد ديسمبر، حيجي اليوم اللي حنكون فيه من الشهور دي احنا، لأنه فعلا احنا بنودع كل شهر ناس للسماء. ده مش معناه جرس انذار، ده مش معناه نور احمر بيقول يا ناس اصحوا، يا ناس فوقوا، يا ناس انتبهوا، يا ناس السنة دي مش عارفينها هتعدي ولا مش هتعدي، هتمر ولا مش هتمر، هتعيش للآخر ولا مش هتعيش. خلي بالك. عشان كده تعالوا نشوف السنة المقبولة كانت ازاي. ايه هي سنة اليوبيل دي؟ سنة اليوبيل كانت تعدي كل 50 سنة، تكون سنة اليوبيل السنة 50. يعني ربنا قال لهم تعدوا 7 سنين 7 مرات، يعني 7 سنين، السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسابعة، أدي واحد، السنة الأولى والثانية والثالثة والسابعة أدي اثنين، يبقى 7 في 7 بكام؟ 49. تيجي 49 خلاص تكفل عليها ويقولوا للناس 49 سنة تمت، وجات السنة 50 خلاص دي سنة 50، سنة اليوبيل.
السنة المقبولة أمام الله. بعدين يقول إيه؟ ثم يعبر ببوق الهتاف، يعني ليلة السنة الخمسين يوم 31 في السنة 49 الساعة 12 بالليل، يجي واحد يزمر زمارة طويلة ويقول للناس: يا ناس قفلنا 49 سنة، بكرة السنة الخمسين، يعني بكرة سنة اليوبيل. طب فيها ايه سنة اليوبيل دي؟ ما فيش حد يشتغل، سنة مقدسة امام الرب، سنة فيها بركات عظيمة جدا هنشوفها بعد شوية، ما فيش حد يشتغل، فيها بركات عظيمة عشان كل الناس تعرف انه دي سنة مقبولة امام الله. وبعدين يقول ايه؟ تعبرون بالبوق في جميع ارضكم، يعني واحد يطلع معاه بوق كده ويلف كل القرى والمدن ويزمر، عشان الناس لما تسأل تقول بتزمروا ليه؟ يقول لهم 49 سنة تمت، وجينا بكرة على سنة الايه؟ سنة اليوبيل، السنة الخمسين ما فيهاش اي شغل. طب فيها ايه السنة المقبولة سنة اليوبيل دي؟ يقول لك: تقدسون السنة الخمسين وتنادون بالعتق في الارض. يعني ايه؟ يعني كل انسان كان عبد وباع نفسه لاجل اي ظروف معينة، في سنة الخمسين سنة اليوبيل يرجع هذا العبد حر، ويرجع الى اهله، ويرجع الى ناسه، ويكون حر ويطلق حرا في السنة الخمسين دي. حتى لو كان فقير معدم يطلع من الانسان اللي اشتراه ده وخلاص يطلق حر في سنة الخمسين دي. وكل الارض، يعني ايه كل الارض؟ يعني كل واحد باع ارضه لاجل اي ظروف معينة ترجع هذه الارض الى سيتها، ترجع تاني. عشان كده كان يتحدد سعر الارض بسنة اليوبيل دي، بسنة الخمسين دي، لان لو واحد باع ارضه في السنة 49 تكون ارضه غالية جدا، لانه صاحبها هيستفيد منها 50 سنة تاني. لكن لو واحد باع ارضه في سنة 40، في السنة 40 تتباع رخيصة، لانه هيستفيد منها كم سنة تاني؟ 9 سنين، وحترجع لسيتها تاني. ففي سنة 50 ترجع كل الاراضي، وسنة 50 يرجع كل العبيد احرار. ودي سنة مقدسة، سنة مقبولة، سنة اليوبيل دي ليها معنى روحي. ايه المعنى الروحي بتاعها؟ بانه السنة المقبولة كل العبيد المأسورين بالخطايا يرجعوا الى الله، وكل انسان بعيد عن الله عبد لكل خطية انفك من اسره ويرجع الى الله، وكل الاراضي ترجع الى الله، كل الارض ترجع الى الله، عشان تكون سنة ايه؟ سنة مقبولة. وبعدين يقول لك: ويعود الكل الى عشيرته. يعني ايه يعود الكل الى عشيرته؟ يعني كل انسان بسبب ظروف معينة ساب عشيرته وساب اهله بيته، يرجع تاني الى اهله بيته، ويرجع له ارضه تاني، حتى لو كان فقير معدم، ده حقه. دي سنة اليوبيل، سنة الخمسين. عشان كده في هذه السنة يقول لك ايه؟ لا تزرعوا ولا تحصدوا زريعها. يعني ايه لا تزرعوا ولا تحصدوا زريعها؟ يعني ما فيش حد في السنة الخمسين يزرع ارضه خالص. ولا تحصد زريعها، يعني حتى لو اتزرعت لوحديها الارض ما فيش حد يحصدها ابدا. ليه؟ عشان ما فيش شغل خالص، عشان تركزوا، عشان تكون فيها فرح. هذه السنة فيها فرح. اذا سنة اليوبيل ما فيش حد يشتغل، عشان كده يقال انه ربنا بدأ خدمته في سنة اليوبيل، سنة الخمسين. عشان كده لما عمل معجزة الخمسة خبزات والسمكتين، يقول لك طلعوا كم نفر يسمعوا له؟ مين يعرف؟ 5000، ما عدا ايه؟ النساء والاطفال. يعني كلهم يكونوا كم؟ ها؟ يكونوا كم؟
5000 راجل ما عدا النساء. دلوقتي من الكثير الرجال ولا النساء؟ اذا كان الرجال دلوقتي مثلا سي 30 نفر، الستات انتوا 60 30 صح؟ اذا دول 30 انتوا 60 صح؟ فاذا كان دول 5000 الستات حيكونوا كم؟ 10000. و10000 معاهم طفلين تاني، قول ايه يعني 15-20 ألف كانوا بياكلوا من الخمسه خبزات والسمكتين. طب الناس دي ما عندهاش شغل، ايه اللي مطلعها؟ اصله دي سنه اليوبيل، دي سنه ما فيهاش شغل ابدا، كان كل الناس تطلع وتسمع كلمه ربنا. عشان كده يقول لك العظه على الجبل كان الافات من الناس تقعد تسمع، وكل الناس كانت تطلع وراء المسيح. طب الناس دي ما عندهاش شغل؟ لا، اصله هو المسيح بدأ خدمته في سنة اليوبيل، السنة اللي ما فيهاش شغل خالص، محرم على أي إنسان إن هو يشتغل. عشان كده لما كان يمر على مكان الجباية عند متى العشار ويشوفه بيشتغل، يقول له يا متى إيه اللي بتعمله دي؟ دي سنة يوبيل يا متى، تشتغل كمان وبتشتغل حرام كمان، اتبعني يا متى. فكان يحس بإيه؟ بالذنب، ويترك مكان الجباية. أولا لأنه عارف بيعمل غلط، أولا بيشتغل في سنة مش مفروض يشتغل فيها لأنه سنة يوبيل، والحاجة الثانية بيشتغل شغل غلط، شغل ضرائب وشغل حرامية وشغل ناس مش إيه مش نظيفة أبدا. فقام متى وتبع ربنا يسوع المسيح. عشان كده كان يمر على مكان الجباية، المكان اللي هو بيشتغلوا فيه شغل غلط. عشان كده سنة اليوبيل ما فيهاش شغل أبدا. أنا مش هقول لكم ما تشتغلوش السنة دي، مش هقدر أقول كده، إنما ركز شوية. يعني إيه؟ سيب اللي في يدك شوية وركز. لما ربنا مر على مكان الجباية في سنة اليوبيل لمتى وقال له يا متى اتبعني، ساب كل حاجة وتبع المسيح، فكانت سنة بالنسبة لي مقبولة أمام الله. ركز شوية، زيد صلاة شوية، زيد صوم شوية، اقرأ إنجيل أكتر، اضرب مطنيات أكتر، اعمل عمل خير أكتر، عشان تكون إيه؟ سنة مقبولة أمام الرب. إذا تعالوا نحط خطة في هذه السنة كلنا مع بعض كده عشان تكون سنة مقبولة أمام الله. كل حد في الدنيا دي في عمله بيحط خطط عشان ينجح في سنته. يقول لك الخطة الخمسية والخطة الثلاثية ونكفي الميزانية ونفتح ميزانية ومش عارف ايه، كل ده من اجل ايه؟ العالم. طب تعالوا مع بعض ايه نحط خطة كده مع بعضينا ونقول يا رب ايه السنة دي عايزينها تكون احسن من السنة اللي فاتت ومن كل سنة. قل يا ربي نفسي اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، لان ربي السنه بتجري عليا 12 شهر بعدي، وكل سنه زي اللي قبليها، انا مش بحط اي خطط للسنه اللي انا بعيشها، عشان كده كل سنه بتكون زي اللي بعديها. قل لنفسك يا رب السنه دي انا عايز اصلح السنه دي، في حاجات كثيره عايز تتصلح، في حاجات كثيره عايز تتظبط، في حاجات كثيرة عايز تتغير، في حاجات كثيرة عايز تتشال، في حاجات كثيرة عايز تتحط. اعمل خطة لنفسك علشان تكون سنة مقبولة أمام الله. عشان كده يقول لك أي حد يبني برج ألا يجلس مع نفسه ويحسب حساب النفقة؟ احسبها صح من فضلك، احسبها صح في هذه السنة، واقعد ما تخليش شهر يناير ده يعدي إلا وتقعد مع نفسك ولو ساعة. حط خطة لنفسك في هذه السنة وقول يا رب نفسي أعمل كذا وكذا وكذا، نفسي أصلي أكتر، أصوم أكتر، أحب الناس أكتر، أحتمل الناس أكتر. وبعدين اختمها كده بصلاة وقول له يا رب تعهدات فمي باركها، لأن يا رب أنا عارف نفسي أنا بتاع كلام وخلاص، بقول كلام مش بنفذه، لكن يا ربي اللي أنا بتعهد بيه في السنة دي خليني أتعهد بيه وأعمله. تعالوا نحط خطة مع بعضينا. بولس الرسول يقول إيه؟ يقول لك كان يقول مرتعب ومرتعب، ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ يقول له يا رب عايزني أعمل إيه؟ وبقولها هو بيرجف. طب ليه يا بولس بتقولها وأنت بترجف؟
يقول لك اصله يا ما قلت لربنا عايزني اعمل ايه، وبعدين قلت له هعمل لك وهعمل لك، ولكن طلع كلامي اي كلام في اي موضوع، لانه ياما الايام اخذتني، وياما السنين خدعتني، وياما الايام جرت مني، وكل سنه بقعد في الكنيسه وابكي واقول له يا رب السنه دي احسن من السنه الجايه خليها، وانا ما بعملش ولا حاجه. عشان كده بولس الرسول كان يقولها وهو مرتعب، ومرتعب ماذا تريد يا ربي ان افعل. طيب تعال انا وانت في 5 دقائق كده بسرعه نحط خطه ماذا تريد يا ربي ان افعل. هقول شويه تدريب للسنه الجديده دي، خد منها واحده او اتنين اعملها، موافقين؟ طيب نمره 1، اولا الصلاه. ايه رايك تشوف انت بتصلي كام دقيقه في اليوم؟ في ناس ما بتصليش خالص، سي قول مثلا بتصلي ربع ساعه في اليوم، بتاخد 7 دقائق الصبح و7 دقائق بعد الظهر، ادي ربع ساعه. طب ايه رايك عشان تكون سنه مقبوله خلي ربع ساعه الصبح وربع ساعه بعد الظهر او بالليل، ايه رايك تكون سنه مقبوله؟ ولو انت مش بتصلي بالاجبيه خلي السنه دي قل له يا ربي انا هبتدي اصلي بالاجبيه. واذا انت بتصلي بالاجبيه بتصلي مثلا مزمورين من باكر ومزمورين من النوم، ايه رايك تخط خطه تزيدهم شويه، قل له انا هصلي 4 مزامير الصبح و4 مزامير بالليل وانا كده حزيتهم يا رب. ادي انت ايه تكون خطيت خطه لنفسك. واذا مثلا بتصلي باكر مش بتصلي النوم، قل له يا رب لا انا هصلي باكر وهصلي النوم، هعملها سنه جديده عشان تكون ايه سنه مقبوله امامك. اذا اول تدريب زيد الصلاه شويه، اذا بتصلي ربع ساعه خليها نص ساعه، واذا تصلي مزمورين خليهم 4، وإذا بتصلي يعني مش بتصلي بالأجبية بتصلي باكر وبتسيب النوم، لا صلي باكر والنوم على الأقل. دي نمرة 1. نمرة 2، إذا كنت بتصلي وبتكر الكلام كر من غير ما بتفهم، قل له لا بقى لا أنا مش هعمل كده تاني، خلاص يا رب أعاهدك إنه أنا أول ما أصلي هفهم الكلام اللي أنا هقوله، وهصلي واحدة واحدة، وحصلي حتة حتة ولو اتأخرت شوية في الصلاة، وحصلي يا رب بصوت مسموع على الأقل. يعني انت بتصلي الأجبية صلي بصوت مسموع على الأقل تسمعه انت، يعني مش تسمع البيت عشان تقوله بصلي، لا يعني صلي بصوت مسموع واحدة واحدة عشان تركز شوية في الصلاة. فإذا كنت بتكر الكلام بس عشان ضميرك وتقول خلاص أنا صليت النوم وماشي أنام وضميرك مرتاح، بلاش كر الكلام، قول واحدة واحدة وافهم الكلام اللي انت بتقوله. طيب ايه رأيك في الصلاة نتعلم نسجد؟ مين بيسجد فينا؟ نتعلم نسجد، اعمل مطانيات، يا اما تسجد اول الصلاة، يا اما تسجد اخر الصلاة، يا اما تسجد في نص الصلاة، يا اما كل كلمة فيها نسجد لك تسجد وتعمل مطانية، يا إما تسجد في كيريا ليسون 41 مرة، اعمل مطنيات. إذا أنت ما كنتش بتعمل مطنيات حط خطة اعمل مطانية لنفسك، من أجل نفسك أجل خطيتك. وإذا كانت في خطية محبوبة أنت بتحبها ومش قادر تبطلها، اضرب عليها مطانية كل يوم، قول لي يا رب خلصني ونجيني منها. وإذا كان في مشكلة مسكاك في حياتك ومش قادر تتحلى منها، اضرب عليها مطانية. وإذا كنت عايز أولادك ينجحوا في حياتهم الدراسية والعملية والروحية، اضرب لهم مطانية، حاول اضرب مطانية، حاول السنة دي. وقول لنفسك إذا كان موسى العجوز كان بيسجد وأنا اللي فيني صحة ما اسجدش ليه؟ إذا كان إبراهيم رجل يعني كان عمره 90 سنة وكان بيسجد، طب ما أنا أخدها جد وأسجد في الصلاة. يعقوب ما كانش بيقدر يسجد، كان يسجد إزاي؟ يسجد على رأس عصاه، يعني خط العصاية كده ويسجد عليها.
خلاص حط خطة لنفسك بأنه أنا السنة دي هتعلم يا رب إزاي أضرب مطانيات. طيب امسك القداسات مثلا، أنت بتصلي كم قداس في الأسبوع؟ سي واحد اللي هو يوم الحد. طب إيه رأيك في الصيامات زود قداس، يعني غير الحد اضرب أي قداس، يعني احضر أي قداس تاني غير الحد. ونشكر ربنا ثلاث أرباع السنة قداسات، يعني داخل علينا الصوم الكبير. زيد القداس شوية، يا إما تحضر اثنين، أهو يوم الاثنين بيخلص الساعة 3، ويوم الثلاث بيخلص الساعة 7، ويوم الخميس بيخلص الساعة 5، على قدر ما أنت تقدر تصوم. تعال تقدر تصوم لثلاثة، تعال يوم الاثنين والأربعاء والجمعة. تقدر تصوم لخمسة، تعال يوم يوم الخميس. تقدر تصوم لحد مثلا 7، تعال يوم الثلاث. على قدر ما تقدر تصوم تعال. إذا نزود يوم في خلال الصيامات، مش صيام الكبير بس، يعني صوم العذراء، صوم الميلاد، صوم الرسل، زود قداس في خلال ايه في الاصوام، في الاصوام. طيب دي خطه ثانيه. ايه رايك تتعلم في الصلاه، صلاه يسوع المسيح القصيره؟ يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. ايه رايك تقولها من اول ما تصحى لحد ما تنام؟ ابتدي قولها، ابتدي قولها وكررها باستمرار، كررها باستمرار. يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اعني، يا رب يسوع المسيح خلصني، يا رب يسوع المسيح انجدني، يا رب يسوع. قولها على طول، وعشان ما تنساهاش اكتبها في ورقة وعلقها على باب بيتك او علقها على اوضتك. يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. اهو تدريب حلو في الصلاة، اتعلم صلاة يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. طيب دي الصلاة. تعال نمسك الانجيل، نشكر الله ثلاث ارباع شعبنا ما بيقراش الانجيل. طب ايه رأيك تعال نتعلم السنة دي نقرا الانجيل، نقرا الانجيل، ولو اقرا اصحاح واحد كل يوم بس. وامسك آية من الآيات من الاصحاح اللي انت قريته وقول له يا ربي آية واحدة بس، إزاي يا رب أنفذ الآية دي؟ أعملها إزاي دي؟ آية واحدة بس، قل له يا رب أعملها إزاي؟ صلي إنك أنت تنفذها. وفي الإصحاح اللي أنت قريته هتلاقي فيه وعود كثيرة أداها لك ربنا في الإصحاح ده، اشكر ربنا عليها، قل له يا رب أشكرك على الوعود دي. يعني وعد ها أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وعد من يمسسكم يمسس حدقة عيني، وعود كثيرة. اشكر ربنا على كل وعد في الإصحاح اللي انت قريته. في الإصحاح اللي انت قريته هتلاقي في وصايا كثيرة أدهن ربنا، قل له يا رب ازاي انفذ الوصايا دي، وصايا صعبة. حبوا أعداءكم، باركوا ناعنيكم، من ضربك على خدك الأيمن حول له الآخر، مش عارف اللي سخرك مين اسهب معاه اتنين، وصايا. قل يا رب دي وصايا صعبة، ازاي انفذ هذه الوصايا؟ وانت ابتدي انك ايه تنفذها واحدة واحدة، بدل ما بتكرر الكلام كده وخلاص. في الاصحاح اللي انت قريته مثلا هتلاقي فيه امثال ادهالنا ربنا، مثلا مثل العذارى الحكيمات والجاهلات. بعد ما تقرا المثل صلي وقول يا رب اجعلني من الحكيمات ليس من الجاهلات. مثلا الارض، الارض الجيده والارض اللي فيها شوك والارض مش عارف اللي تربتها حجريه. بعد ما تخلص المثل قل له يا رب اجعلني يعني ارض جيده، اسمر 30 و60 وماء، وهكذا. مثل الابن الضال، قل له يا رب انا ضال واجعلني من الاولاد اللي هم كانوا ضالين واقبلني اليك. كل ما تقرا مثل من الامثال اتامل فيه وخد فيه خلوه وصل. ادي حاجة كويسة تتعلمها بدل ما بتكر الكلام. هتلاقي في قصص في كتاب المقدس في الإصحاح اللي انت بتقراه، هتلاقي في قصة مثلا قصة المرأة الخاطئة قريتها، قل له يا رب اجعلني أبل قدميك كما بلتهم المرأة الخاطئة، واجعلني واحد منها يا ربي، زي الناس اللي بلوا رجليك بدمعهم
زي المرأة دي، خليني واحد منا صلي. ومثلا في قصة زكا، قل له رب خلينا أسيب اللي في يدي وانتبه لك، وإذا كنت ظلمت إنسان أرجع له اللي أنا ظلمته له. وابتدي صلي، أهي خطة كويسة. كل ما تلقى حاجة اتأمل إيه فيها. في ناس بتقرأ الكتاب المقدس عشان تحل المسابقة، وكان الله يحب المحسنين. خلاص خلصت المسابقة، منتظرين النتيجة، قفلنا الكتاب المقدس، هننتظر إن شاء الله المسابقة الجاية بتاعت الصوم الكبير. وكل سنة وانت طيبين، توتة توتة، خلصت الحتوتة. ليه طيب؟ ما تمسك الكتاب المقدس ابتدي زي ما كنت بتفتح وتذاكر وتفتش في الانترنت. في ناس بتقعد عشان تحل المسابقة الأربعة وخمسة الصبح، خلاص خلصت المسابقة الأربعة ولا خمسة، خلاص خلصنا على كده. طيب انت ما تتعلم مثلا، امسك الكتاب المقدس من غير مسابقات. لكن نشكر ربنا انك انت بتمسك الكتاب المقدس من اجل المسابقة، في غيرك ما عملش كده خالص، لكن برضو حاجة كويسة. برضو ايه رأيك انك انت في الكتاب المقدس تاخد سفر كامل، واذا عندك وقت متسع تقراه. مثلا سفر الامثال، سفر اشعياء، لو عندك وقت طويل ابتدي يقرأ 6-7 صفحات في اليوم وماله. لانه لو مثلا سفر اشعياء ده لو قريته مثلا كله ياخد منك مثلا شهر ونص او شهرين، هتكون نسيت الاولاني، الاصحاح الاول او الثاني او الثالث. طب ما تقراهم لو عندك وقت، اقرا 6-7 صفحات. انا مش هقول لك اقرا يعني بتفسير او بتامل، ولكن على الاقل اقرا بفهم اذا عندك ايه وقت معين او وقت فاضي. ياما في ناس قروا الكتاب المقدس كل 40 يوم كانوا يخلصوا الكتاب المقدس. زي مين؟ أم ببرام شفيع كنيستنا ده كان كل 40 يوم يخلص الكتاب المقدس. المزامير، ايه رأيك احفظ المزامير؟ احفظ لك مثلا في الشهر مزمور مثلا من الأجبية، مزمور مثلا من النوم او من الغروب، ابتدي احفظ عشان تقدر تقولها من غير أجبية. والكلام ده وصى عليه المسيح، قال لك ايه؟ خلي الكلام اللي انا بقوله لك ده احفظه في قلبك، احفظه، احفظ ايات. امسك الكتاب المقدس كل يوم احفظ لك ايه، نهايه السنه تكون عملت حفظت 365 ايه. اعمل كده، ايه رايك؟ وهكذا درب نفسك على الكتاب المقدس. طيب اذا اخذنا تدريب في الصلاه واخذنا تدريب في الكتاب المقدس، تعال ناخد تدريب في العلاقات. اقعد كده مع نفسك، شوف السنة اللي فاتت كم واحد زعل منك، وكم واحد اخذ منك جنب، وكم واحد بيقابلك في الكنيسة ولا في الشارع بيقول لك اهلا كده وبيمشي زعلان منك. طب ايه رأيك قول له يا رب السنة دي كل حد زعلان مني انا هروح اصالحه، وحاجة على نفسي، وحمشي اصالح كل الناس. والكتاب بيقول ايه؟ إن أخطأ إليك أخوك روح وعاتبه. ما تقولش هو اللي غلط فيك، كويس هو اللي غلط فيك، بالرغم إن هو غلط فيك، لكن الكتاب يقول لك إن أخطأ إليك، إذا هو غلط فيك روح أنت، ما تقولش هو اللي يجيني. الكتاب بيقول لك روح أنت وعاتبه. تعالوا نخلي السنة دي نقول له يا رب إيه، نخلي السنة دي كل إنسان زعلان منينا نيجي على نفسنا ونحسن علاقاتنا بكل إنسان زعلان منينا. تعالوا نحسن علاقاتنا في البيت. ياما بتزعل مراتك، وياما بتشعللها نار، وياما بتقلب البيت يعني حريقة. خد قرار مع نفسك إنه أنا السنة دي ههدي نفسي وأكون هادي، وأطفي أي نار، وما ردش بسرعة، وأخلي لساني حلو ونفسي طويل، وأنا وديع وهادي وأكون زي الفل. إيه رأيك تاخد قرار زي كده؟ ومهما عملت مراتي حسامحها. الكلام ده عليك أنت برضو، يعني ما تقوليش عليه هو برضو. خلي نفسك هادي ونفسك طويل، ومهما عمل فيك راجلك يعني تعلم الهدوء، وخليها سنة مقبولة أمام الله. وبدل ما قاعدين نشاكل في عيالنا وكل يوم منزعج،
ايه رايكم نطول بالنا على عيالنا ونخلي ايه يعني سنه مقبوله امام الرب. تعال انا وانت نحط ايتين في بيتنا. الايه الاولى لا تغرب الشمس على غيظكم، والايه الثانيه لا تجعلوا مكانا لابليس. حطوها من فضلكم في البيت واكتبوها كده على الحيطه عشان تكون سنه مقبوله امام الله. نصلح علاقاتنا في البيت، لا تغرب الشمس على غيظكم، ما تغربش الشمس واحنا متغيظين من بعض. ولا تدع مكانا لابليس، معناها لو نمنا متخاصمين معناها بنقول للشيطان تعال جيب الكرسي واقعد ونضيفه شاي وقهوه ونديله عشاء ونقول له كمان بيت يوم وبيت تلا وبيت معانا، انت مستعجل ليه؟ خليك بيت معانا. ونخاصم بعض يومين وثلاثة وأربعة وعشرة ونقول له أنت ماشي فين؟ خليك معانا. لا، اطرد الشيطان، لا تدعوا مكانا لإيه؟ لإبليس أبدا. عشان كده تعالوا نخلي السنة دي علاقتنا بالناس تتصلح أحسن وأحسن. طيب تداريب في الوقت، الكتاب يقول إيه؟ مفتدين الوقت لأن الأيام إيه؟ شريرة. تعال نفتدي الوقت لأن الأيام شريرة. بص بصة كده على السنة اللي فاتت هتلاقي ياما في وقت طويل ضاع منك، كتير جدا، وقت في التلفزيون، وقت في التلفون، وقت في الكمبيوتر، وقت في الونسات والقطيعة مع الناس، ياما وقت ضاع منك. هتفتش على الوقت ده يوم من الأيام مش هتلقاه. طيب وبعدين؟ مثلا أنت في سواقة ماشي مسافر 3-4 ساعات، ما تصلي في الوقت ده، افتح شريط، اسمع اي عظة، اسمع اي حاجة تفيدك. انت في المطبخ بدل ما فاتحة لوابة سبيكر وقاعدة تتونسي مع دية ودية ودية وبتعمل في الطبيخ وبتطبخي وبتطبخ في الكلام وبتطبخ في الاكل وتضيع في الوقت، اقفل التلفون وافتح حاجة تفيدك. مفتدين الوقت لان الايام ايه؟ شريرة. طيب تداريب كثيرة جدا، تداريب في ضبط النفس. كلنا والحمد لله من غير استثناء كده عصبيين وبنتنرفز بسرعة. ايه رأيك في السنة دي نقول يا رب عايزين السنة دي نضبط لساننا، نضبط أعصابنا، نضبط أفكارنا. تداريب في السنة دي، قول يا رب في السنة دي أنا هضبط فكري وهضبط لساني وهضبط أعصابي ومش هتكلم مع اي حد اي كلمة زيادة ابدا. اخر حاجة تداريب في الخدمة. في مننا ناس خدام وفي مننا مش خدام، ايه رأيكم كلنا كده على بعض تعالوا نخدم الكنيسة؟ مفيش حد فينا ما ياخدش خدمة في الكنيسة عشان تكون سنة مقبولة امام الله. ليه ما تخدمش ابدا؟ انت شماس، فين تونيتك؟ رسموك شماس من انت صغير ورميت التونية، فين التونية بتاعتك؟ مش دي وزنة ربنا اداها لك انت هتحاسب عليها؟ فتش عليها والبس واخدم معانا. في حد طايل يقف قدام جسد الرب ودمه على المذبح؟ اخدم وشوف تونيتك فين وقف قدام مذبح رب الصباوط. تعال اخدم في مدرس الاحد، تعال اخدم في الاعدادي، تعال اخدم في الثانوي. تقول انا ماليش في الكلام وماليش في الدروس وماليش في الكتاب المقدس، خلاص يا عم في خدمة سواقة بصات. يا من بننبح عايزين ناس تسوق بصات، اخدم ربنا وماله عشان تجعلها سنة مقبولة امام الله. اخدم في المعارض، يا من بنرسل في الواتساب احبائي عايزين ناس تخدم في المعارض، ما فيش ناس بتخدم، تعالوا اخدموا، فيش حد بيجيب خبر. صدقني كل يوم او كل كوباية مية انت بتديها لاي انسان محسوبة لك في السماء. الله لا يضيع اجر انسان ابدا، يعطي كل واحد على حسب ايه؟ تعبه. النهاردة في خدمة كنيسة كل يوم ثلاث، تعال اخدم، تعال اخدموا، نظفوا الكنيسة بأمانة. في ناس بتمسك التواليتات وبيديها وتدخل يدها وتمسح وتنظف وبالبليج عارفينها مين دول؟ تعرفوهم ولا تعرفوهم أبدا خالص؟ لكن مين اللي يعرفهم؟
السماء، السماء هي اللي تعرفهم. في ناس خدمتها ظاهريه زي حالتنا كده اهو، خدمتنا ظاهريه وقاعدين في اليوتيوب والناس شايفانا، لكن الناس اللي بتخدم التولدات دول اجرهم اكتر مننا احنا اللي ظاهرين. الناس اللي بتمسح الارض دي في الكنيسه اجرهم اكتر مننا احنا اللي ظاهرين. طب ما تيجي تخدم، عايزين رجال يخدموا الهيكل ينظفوا الهيكل، مش بنلاقي الستات بس بيجوا ينظفوا الكنيسه، ما فيش رجال. تعال كل يوم 3 الساعة 9 خش الهيكل نظف الهيكل، مش لاقين ناس تعمل هوفر في الهيكل. طب الستات مش قادرة تدخل الهيكل، تعال انت فتش على خدمة صعبة في الكنيسة ويخدم فيها. يقولك لا يا عم خلينا برا الكنيسة دي، الكنيسة دي كلها مشاكل واحنا مش عايزين ندخل الكنيسة، وتمسك اي خدمة فيها مشكلة. يا عم طيب الخدمة الصعبة هي اللي فيها بركة، خد خدمة صعبة، فتش على الخدمة الصعبة عشان فيها أجر أكبر، وقول أنا هخدم الخدمة الصعبة دي مش عشان تظهر، لا إنما عشان تاخد بركة أكتر في الخدمة الصعبة دي. إنما تقول يا عم ده خدمة صعبة أنا سايب الكنيسة وسايب الخدمة، طب ليه؟ يا ريت كل الناس تخدم، شجع الناس على الخدمة. كل ما تلاقي واحد عمل حاجة شجعه، قول له أنت ربنا مبارك في خدمتك وربنا يبارك في خدمتك، واخدم واخدم واخدم، وفي نهاية الخدمة اشرك معك حد، عشان لو واحد مدحك تقول له لا يا عم ده مش انا اللي خدمت، ده فلان اللي عمل العمل ده. اشرك معك ناس عشان الناس ما تمدحك، الناس تمدح غيرك. ليه احنا بنضيع الوقت ومش بنبقى خدام لربنا؟ احبائي عايزين السنة دي تكون سنة مقبولة، يا ريت من النهاردة كلنا نفتش على خدمة في الكنيسة ونخدمها، عشان في آية تقول إيه؟ حيث أكون أنا يكون هناك إيه؟ خادمي. المكان اللي فيه ربنا فيه خادمه هناك برضه. يجعل الله هذه السنة سنة مقبولة أمامه، ونقول له يا رب عايزين نخط خطة في السنة دي تكون خطة مقبولة أمامك وتكون سنة مقبولة أمامك. لإلهنا المجد والإكرام في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.